هو نبدأ إن شاء الله في الجزء بتاع الإيكونوميك عشان بس يكون واضحة طريقة المسائل. أنت زي السلايدات هيجي لك المسائل، آخر حاجة ممكن يغير أرقام. يعني هو ميزة السلايدات المرة دي إن نازلة بمسائل أساسا. لا في حاجة ماشي، إن السلايدات نازلة بمسائل، يعني فيها كام اكزامبل. هتلاقي كل مثلا السلايد اللي هو بتاع المحاضرة اللي فاتت هتلاقي نازل فيه 6 7 اكزامبلز كده، ده اللي هيجي لك منها. ماشي، يعني ده مش فاهمه محفظه باختصار يعني. المهم بس احنا هنحاول نفهم يعني برضه عشان لما وانت بتحفظ تلاقي الموضوع اسهل شويه. هو الفكرة في اللي هو الموضوع بتاع المحاضرة أو اللي هو الحتة الأولى في الإيكونوميك اللي كان المفروض على السكشن، يعني دي كلها مصطلحات أو تعريفات وبناء على مسألة بتجي لك. يعني إيه؟ أنت هتلاقي مثلا 11 أو 10 مصطلحات، كل واحد بيقول لك هنقسم حاجة على حاجة، هنقسم حاجة على حاجة، هنقسم حاجة على حاجة. إزاي بقى أنت بس تخرج الحاجة من المسألة وتطلع القيم اللي هو عايزها؟ تعال نشوف كده إيه الحاجات اللي هو عايزها. في بس مسميات كده مالهاش حسابات أو كده، بس مسمى حاجة اسمها connected load. انت طبعا عارف ان اي محطة بتولد كهرباء متوصلة بايه؟ بلودز، احمال عليها عشان تقدر تاخد. فبس هو مصطلح كده تعرفه ان هو connected load، احنا بنسميه بس اترام كده نبدأ نسميه. تمام، ودي عبارة عن الاحمال المتوصلة عندي بالمحطة. في حاجة تانية عندنا اسمها demand، ودي معناها اللي هو الاحتياج او الطلب. تمام، غالبا في بعض الاحيان بنعمل اللود اللي هو الديماند، يعني ما يقول لك ماكسيمم لود او ماكسيمم ديماند اتعامل معاهم ان هم ايه نفس التعريف. تمام، ثالث حاجه اسمها الماكسيمم، زي ما قلنا الماكسيمم ديماند او الماكسيمم لود، يعني بس عشان نكون عارفين المصطلحات يعني، او البيك لود. ودي انت عندك دلوقتي بتوصل شويه احمال، ايه اعلى حمل عندك المحطه؟ يعني اعلى حمل طالب يعني حاجه، يعني مثلا لو في حاجه بتاخد 30 ميجا 40 ميجا 50، شوف اعلى رقم فيهم هو ده الماكسيمم ديماند بتاعك. تمام، حاجه اسمها الريفرس كاباسيتي، وده بيساوي الكاباسيتي بتاع البلانت ناقص الماكسيمم ديماند. ايه الفرق بينهم الكباسيتي بتاع البلانت والماكسيمم ديماند؟ احنا قلنا الماكسيمم ديماند ده اعلى حاجه المحطه محتاجاه، يعني المحطه مش معلش اللود محتاجه، اعلى لود عندك متوصل عندك بالمحطه اعلى لود هو ده الماكسيمم ديماند. الكباسيتي بتاع البلانت دي القدره اللي هي المسميه على المحطه، يقول لك محطه 700 ميجا دي الكباسيتي بتاعتها اللي هي اخر حاجه تقدر تنتجها 700 ميجا. ما ممكن يكون الماكسيمم ديماند مثلا يقول لك والله انا عايز 600 ميجا بس المحطه بتقدر تنتج 700، فهو ده بس يعني ده الفرق بينهم. تمام، حاجه اسمها الافريج لود. طب هو المسمى الاسم بتاع المحطه ده بقى قبل الفرق اللي بيحصل في الجنريتور والميكانيكال؟ لا ده بعده، ده اللي بيطلع في الاخر، بس بيطلع اعلى حاجة ايه بقى تقدر تطلعها؟ افريج لود ساعات بترمز له ال اي في كده، ده بيساوي ايه؟ بيساوي الانرجي او التوتال انرجي على الطايم. قال لك يعني ايه توتال انرجي؟ يعني انت عندك المحطة بتاعتك لو بتطلع 700 شوية 600 شوية 500 متغيرة مع الزمن بالشكل ده كده، لو انت كملت على الزمن هتطلع ايه؟ باور على الزمن، كملتها هتطلع لك انرجي. بتاخد الانرجي اللي طالعة دي وتقسمها على الزمن الكل. طب واحد يقول لي ما احنا عملنا ايه؟ التكامل على الزمن هيديك قيمة كلية للانرجي، ما تيجي تقسم على الزمن اكيد بيقول لك المتوسط بتاع الباور اللي خارجة. تمام؟ يبقى ده اللي هو ايه؟ الافرج. عندنا في نوعين من الافرج لود مسمينهم هنا ديلي اللي هو ييرلي.
ده انك بتاخد الزمن بتاعك، بتاخد الانرجي بتاعتك وتقسمها على 24، وده بتاخدها وتقسمها على 24 في 365 اللي هي عدد ايام السنه. يعني واحده بتقسم على 24 اللي هي ديلي، واحد بتقسم على 24 في 365 لو هي ايه على طول السنه. طبعا وحدات هنا الانرجي غالبا بتبقى ايه بالكيلو وات اور. عارفين مصطلح الكيلو وات اور ولا مش عارفينه؟ انتوا خدتوه قبل كده في تحويل الطاقه. تمام، بعد كده الديماند فاكتور دي نركز بقى في المصطلحات الجايه دي، عشان هي هيقول لك الديماند فاكتور حاجه على حاجه، حاجه على حاجه. الحاجات الجايه دي ديماند فاكتور وده بيساوي الماكسيمم ديماند عندك على الكونكتد لود. تمام، يعني انت عندك في لود معين متوصل، الماكسيمم ديماند ما تقسمه على الكونكتور يديك الديماند فاكتور. تمام، بعد كده عندنا اللود فاكتور. خلي بالك عشان اللي بيلخبط في الموضوع ان هم كتير، وانت بتحل هيجي لك شويه ارقام وخلاص. تمام، وده بيساوي الافرج لود، او اللي هي ال الافرج لود اللي هي دي ال افرج يعني، مقسوم على الماكسيمم ديماند. ال افرج احنا عرفنا ازاي نحسبها، الماكسيمم ديماند احنا قايلينه قبل كده اللي هو اعلى حمل عندك على مدى فتره زمنيه معينه. تمام، بعد كده في الدايفرستي فاكتور لو انت عندك ماكسيمم ديماند على فترات معينه او مناطق معينه. فقال لك الدايفرستي فاكتور ده عباره عن الصم اوف انديفيدجوال ماكسيمم ديماند، يعني مجموع كل ماكسيمم ديماند على الماكسيمم ديماند اوف باور ستيشن. تمام، طبعا انتوا مش هتحسوا بها غير ما نشوف مساله، يعني الكلام ده مش هتحسوا بها غير ما نشوف مساله. عندنا بعد كده دير 8، بعد كده في البلانت كاباسيتي فاكتور، وده بيساوي الافرج لود على البلانت كاباسيتي. ساعات بيتكتب كده، بصوا الافرج لود اهو، تمام، اللي هو اي على تي. فهو عشان يكتب لك باساس العلاقه عادي ممكن تحطها الا افرج على السي. السي دي اللي هي ايه؟ اللي هي الكاباسيتي فاكتور، لا معلش، اللي هي الكاباسيتي بتاع المحطه، اللي هي كاباسيتي اوف ذا بلانت، هي دي السي. تمام، او ساعات بيكتبها باساس العلاقه عادي انها بتساوي ايه على السي في التي، عشان لو لقيتها كده او لقيتها كده. تمام، يبقى دي البلاند كاباسيتي فاكتور. بعد كده اليوز فاكتور، وده بيساوي الاي على السي برضه، بس مضروبه في ايه، يعني شبه اللي فوق بالظبط، مضروبه في تي داش. قال لك ايه التي داش دي؟ قال لك دي الفترة الفعلية لعمل المحطة. يعني ايه؟ هديك مثال، نفترض انا عندي كيرف اهو، ودي الباور وده التي، ماشي؟
والمحطة عاملة كده ونزلت كده وكده أي شكل من الأشكال. فالفترة الزمنية الفعلية اللي عمل المحطة كانت الفترات اللي المحطة شغالة فيها. طب والفترة الكلية ملناش دعوة، هي الفترة الكلية على بعضها تمام. فدي الفترة الفعلية تمام. بعد كده عندنا في اليوتيلايزيشن فاكتور. قال لك هو الماكسيمم ديماند على السي اللي هي الكباسيتي بتاع المحطة تمام. بس كده كفاية المصطلحات ان واحد زي في مشكلة اللي اقل حمل المحطة ما تزيدش عنها. بس المحطة ممكن تقف يعني، ممكن تقف مش فاهم. اه لسه الرسمه ماشي، الرسومات هنوضح عليها الحتة دي. البيس لود اسمه البيز بيز لود. تمام. حد عايز حاجه من المصطلحات وكده؟ هي كلها مصطلحات بس لازم نكتبها عشان لما نيجي بعد كده نهال. تعال نشوف كده اللي هي حته الكيرف اللي هو اللود كيرف ده. غالبا بيجي لك عليه مسائل، يعني مسائل لها اشكال معينه كده، يجيب لك شويه علاقات وتربط بينهم بالعلاقات اللي كنا يعني ارقام وتربط بينهم بالعلاقات اللي كنا كاتبينها، يجيب لك كيرف وانت تخرج منه الداتا تمام. فتعال نشوف شكل الكيرف بيبقى عامل ازاي. بيبقى عندك ده الباور بتاع المحطه، طبعا الباور متوزع هنا، وده التايم بتاعه تمام. لو افترضنا شكل توزيع احمال عامل كده، ماشي بالشكل ده كده زي اللي عندكم في السلايدات وكده تمام. قال لك اعلى حمل عندي ده الماكسيمم ديماند عشان انت بتخرج من الكيرف. هي طبعا مش هتجي لك باشكال مشوهه، غالبا لما بيجيب لك بيجيب لك تيبل تمام، بيجيب لك تيبل ويدي لك يقول لك مثلا على مدى اليوم مثلا يقول لك من ايه، من صفر لاثنين، من اثنين لاربعه ليه؟ اه ما هيبقى نظام مستطيلات من اثنين لاربعه زي ما هنشوف مساله دلوقتي. ويجيب لك هنا يقول لك القيمه دي بكام والقيمه دي بكام والقيمه، فتطلع الكيرف شكله عامل كده، حاجات من اللي هي مستطيلات كده تمام. بس انا بتكلم ده شكل عام للكيرف، ما هو مش في الحقيقه بتبقى كل حاجه متناسقه تمام. قال لك اعلى حاجه عندي هي دي الماكسيمم ديماند. الافريج لود بيبقى متوسط القيم دي كلها، انك بتاخد الاي وتقسمها على التايم الكلي تطلع لك الافريج لود تمام بتاع المحطه. عندك بعد كده البيز لود، ده اعلى اقل حاجه عندك في المحطه تمام. ده شكل كده اسمه اللود كيرف، بس انا بوضح عليه بعض المصطلحات. ساعات بيطلب منك انك ترسم حاجه اسمها الديوريشن كيرف، بتاخدهم من اعلى للاوطى. يعني ازاي؟ يعني خلينا نكتبه جنبه كده، الديوريشن كيرف وتبدا تمشي وراه تدريج. يعني مثلا نفس الكيرف اللي فات ده، هرسم نفس البيانات بتاعته بس ببدا من العالي وبفتراته الزمنيه زي ما هي، وانزل واطي 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 وهكذا، فتلاقيه عامل كده. لو نفس الكيرف بيفضل نازل 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 ايه؟ يعني نظام كيرف يعني، ما هو هيجي برضه مربعات، فتلاقي المربعات بتاعته عامله كده، هتلاقي عامله كده بالشكل ده كده تمام. ده الديوريشن كيرف وده اللود كيرف. بس ده خلاصه يعني الموضوع اللي هو النظر. تعال نشوف المسائل بقى بتاعته عامله ازاي. بيقول لي هنا في محطه عندي متوصل بها حمل، الكونكتد لود بتاع المحطه يعني بيساوي 43 ميجا وات. طبعا هي الامثله بس هنبدا نحلها تاني يعني، بس عشان تبقى واضحه، انما هو ما فيش اكتر من كده بره الامثله تمام. اكتر حاجه يعني السنه اللي فاتت كان عليهم اربع او خمس محاضرات ايكونوميك. طبعا انتوا مش هتاخدوا اربع خمس محاضرات في الايكونوميك، وكانوا
وكانوا تقال يعني فعليه. فكان الدكتور اقصى حاجه بيعملها ان هو يغير الارقام. نفس المساله بالظبط، اكتر حاجه غيرها ما كانش حد بيعرف يحلها. خلي بالك في المحطه دي بيساوي 20 ميجا وات. وقال لك ان اليونت بتاعتي دي بتولد 51.5 ونص في 10^6 كيلو وات اور في الير بالير. وعايز عندي الديماند فاكتور واللود فاكتور. تمام. هي الفكره في ايه بس عشان وانت بتحل في النوع ده من المسائل، عشان لو جيت تحل من السلايدات تاني او تشوف الحل في السلايدات هتلاقيه ماشي بطبيعه الحل بطريقه ترتيب مختلف شويه، عشان وانت بتحل ما تحلش على طبيعه السلايدات. انت شوف ايه اللي انت عايزه، شوف ايه اللي انت عايزه وابدا ابني عليه. في السلايدات ما بيمشيش كده، هو بيمشي اساس ان هو فاهم اللي هو عايزه، فتلاقيه قاعد يحسب يحسب يحسب. هتقول له هو اشمعنى حسب ده، اشمعنى حسب ده، اشمعنى حسب ده، وتلاقيه في الاخر عشان هو عايز ده. فانت دايما ما تقراش السلايدات وتحل، ما تمشيش دماغك في الحل بناء عليه، لا مشي دماغك في الحل بناء على ايه انت عايز ايه. تمام. فاحنا نمشي بناء على كده. انا ما اعرفش هو هنمشي ازاي، فهنمشي على المطالب. احنا عايزين ايه؟ والله مطلب اول مطلوب بيقول لي الديماند فاكتور. الديماند فاكتور ده عباره عن ايه؟ طبعا انا مش حافظ علاقاتهم كلهم، يعني انا هي حاجه هتحفظها وتنساها بعد شويه. الديماند فاكتور هو عباره عن ماكسيمم ديماند عندك على الكونكتد لود. طبعا الاثنين موجودين عندنا، فالموضوع بسيط. الماكسيمم ديماند اللي هو ده والكونكتد لود هو ده، تقسمهم على بعض على طول فيطلع عندك ايه النسبه بتاعتك. تمام. طالب تاني حاجه عندنا اللي هو اللود فاكتور. كانت بتساوي ايه؟ الافريج لود على الماكسيمم ديماند. طب الافريج لود ده اجيبهم ازاي؟ اعتبر انا مش فاكر بقى حاجه، ارجع للقوانين بتاعتي كده. كانت عباره عن الافريج لود عباره عن الاي على التي. تمام. ده اللي انا بتكلم فيه، لازم تكون فاكر. طب هو الاي مدهاني ايه؟ مديني الاي. فين الاي على التي؟ ماشي، بس هي المفروض نطلعها كيلو وات اور. عايزين نشيل الاير دي نقسم عليها، نضرب يعني نقسم. هي طالعه لي بالير، احنا عايزينها فتلاقيك انت هنا جيت عشان تحسب الافريج لود. خلي بالكوا عشان هي النوع ده من المسائل هو كل لعبه كده، انك ما تقومش رايح تايه قال لا امال فين الافريج لود، امال دي تطلع ايه، فتلاقيكم طلع واخد رقم حطه غلط. تطلع هتطلع قيمه يعني كله هيطلع، بس هتطلع حاجه غلط. تمام. فالافريج لود عندك هو عباره عن الاي بتاع السنه كلها، الاي اللي طالع لي في السنه كلها على التايم بتاعي. تمام. انا عايز الافريج لود اللي هو الباور عشان انت ركز هنا، ركز بس. دي طلع لك كيلو وات اور بريير، انت عايزها كيلو وات اور او ميجا وات او اي حاجه. ما انت عشان تخلي نفس الوحدات خلي بالك لازم يبقوا نفس الحاجات فوق وتحت. تمام. فانا دلوقتي الاي على التي، الاي والله طلع لي ونص في 10^6. اقسم على كام؟ اقسم على عدد الساعات بتاع السنه اللي هي 24 في 365، على اساس يعني ان دي فتره عمل المحطه طول السنه. هيطلع لك رقم، خد الرقم اللي هنا ده. تمام. طلع لك رقم اللي هو الافريج لود واقسمه على الماكسيمم ديماند. يبقى انت معاك كده
ومعاك الماكسيمم ديماند بتاعك. لو قسمتهم على بعض يطلع لك كام؟ هيطلع لك هنا والله ما حطيتوش يعني، تمام؟ يبقى انت كده طلعت ايه الافريج لود على طول. يبقى انت فهمت فكره المسائل دي عشان انت بتحل، بس ما تتهش فيها عشان هتصعب بعد شويه. ده كده اللود فاكتور خلاص، وده المطلوب عندنا. المره دي المساله دي مدالك بشكل ايه كلها اليوتيلايزيشن فاكتور اليوز فاكتور مش عارف ايه، مدالك كلها بالشكل ده. فقال لك هنا في مساله الماكسيمم ديماند بتاعك بيساوي 25 ميجا وات، وقال لك اللود فاكتور بيساوي 6/10، والكباسيتي فاكتور بيساوي نص، واليوز فاكتور بيساوي 72%. وعايز عندي الريفرس كاباسيتي والديلي انرجي برودكت بروديوس ده. والماكسيمم انرجي كاتبها لي تحت شرط if the plant were fully load while running as per schedule. يعني ايه؟ يعني لو البلانت الماكسيمم انرجي، لو البلانت بتاعي متحمله باقصى لود عندها في خلال الفتره الزمنيه اللي احنا محددها، او السكيدجول هو الفتره الجدول بتاعه الفتره الزمنيه بتاعه، تمام. الماكسيمم انرجي if the plant were fully load المفروض load بقى while running as per schedule، تمام. تعال نشوف كده المساله دي، ما هي هترص قوانين برضه. هو طالب حاجات مش عارف ايه مش عارف ايه مش عارف ايه. طب هو مديني الرموز بتاع كل واحد، انت من كل رمز اعرف هو كان اصل علاقته ايه عشان تشوف ايه اللي جواه اللي انت عايزه اساسا. فمثلا اللود فاكتور ده كان عباره عن ايه؟ عباره عن الافريج لود على الماكسيمم ديماند. طب والكباسيتي فاكتور عباره عن الافريج لود على البلانت كباسيتي. تمام. وبعد كده اليوز فاكتور كان عباره عن الانرجي الكليه على الكباسيتي في التي الفعليه، صح؟ احنا نشوف احنا عايزين ايه. الريفرس كاباسيتي كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن الكاباسيتي بتاع المحطه ناقص الماكسيمم ديماند. الماكسيمم ديماند عندي خلاص ما فيهوش مشكله. الكباسيتي بتاع المحطه اجيبها منين؟ والله هي موجوده في الحته دي كده، وموجوده فين؟ وفي بلاند كباسيتي. انا هجيب الافريج لود، هلا احطها بنفس الرمز. اجيب الافريج لود والماكسيمم، الافريج لود اجيبه منين؟ من الماكسيمم ديماند. فانت هتقوم راح ضرب الماكسيمم ديماند في ال 6/10 طلع لك ايه؟ الافريج لود. الافريج لود اقسمه على النص طلع لي ايه؟
السي، طلعت السي خلاص يبقى جبت اول مطلوب. تمام، يبقى دي اول مطلوب عندنا. الديلي انرجي بروديوسد، تمام، انرجي بروديوسد، فدي هتساوي ايه؟ انت عندك عايز الانرجي، معنى الكلام ده ايه؟ انك عايز الانرجي المتولده على على اليوم كله على بعض، اجيبها منين دي؟ ماشي. طب انت معكش التي فعلي، ما انت عشان هي موجوده عندك في القانون. ماشي، ما هو بيقول على مدار اليوم وبعدين الفعليه، ما هو ما ينفعش تحطها الفعليه. طب انا اقول لك حاجه، هو الافريج لود ده عباره عن ايه؟ واضربه في الزمن بتاع اليوم بس. مش انت عندك الوقت الافريج لود ده اللي هو اكن جبت الباور الماكسيمم والمينيمم وقعدت تجمعهم على بعض قسمتهم على الزمن فطلع لك القيمه المتوسطه. القيمه المتوسطه دي لو ضربتها في الزمن تاني هتطلع لك ايه؟ هتطلع لك الانرجي بتاع اليوم بس. فتبقى عباره عن عدد الساعات بتاع اليوم اللي 24 في ايه؟ في الافريج لود. طب انا معايا الافريج لود، الافريج لود معايا، انا جايبه اساسا، جايبه في السكه كده وانا كنت ماشي، يبقى انا معايا الافريج لود. يبقى تاني مطلوب كده خلاص. الماكسيم انرجي اف ذا بلانت وير فولي لودد وير واير رننج از بير سكيدجول. تعال نشوف المطلوب الاخير ده، يعني اللي انا عندي هستعمل فيه التي الفعليه دي او الجزء بتاع التي الفعليه، الماكسيم انرجي اللي هي كانت اشتغلت عند التي الفعليه، هو قصده يعني بالحته دي كده. تمام، تعال نشوف هنجيبها ازاي. يعني انت عندك الماكسيمم انرجي طب هو برضو في سؤال، هي انت المحطه تطلع ماكسيمم انرجي بشكل عام؟ لا مش تفصل احمال، يعني هي بشكل عام لما اشتغل بالكباسيتي بتاعتها، يعني اقل حمل عندي موجود اقدر اشتغل عليه هو ده اللي هيطلع لي ماكسيمم انرجي. يعني مثلا افترض المحطه بتاعتي قاعده شغاله في فترات متقطعه 50 و40 و30 و70 والمحطه الكباسيتي بتاعتها تقدر تولد لي 70، ال 70 دي لو اشتغلت فعليا حقيقه مش هي دي اللي هتطلع لي ماكسيمم انرجي عندي؟ تمام، بس اشتغل في الفتره الفعليه ليه؟ لانه قال لي بير سكيدجول، يعني قال لي خلال الفترات اللي هي شغاله فيها او الفترات الزمنيه اللي هي بتشتغل فيها. فتبقى عندي عامله ازاي؟ هتبقى عباره عن الكباسيتي بتاع المحطه مضروبه في ايه؟ في التي داش. الكباسيتي دي اللي اعلى حمل المحطه تقدر تطلعه بشكل عام. التي دي، التي داش دي جايه من فين؟ جايه لانه قال لي هتشتغل على الجدول الزمن اللي هي حاطاه. تمام؟ فانا ايه اللي محتاجه هنا؟ انا السي معايا، محتاج التي داش. انا معايا الايه؟ معايا السي، اقدر اجيب من هنا ايه؟ التي داش. اقسمها بقى عادي مش مشكله يعني، ماشي اقسمها على طول وهاتها وخلاص. يعني اللي هي تودي دي هنا وتطلع السي في التي داش، بس كده يبقى خلاص. في مشكله في المساله؟ تعال نشوف مساله كيرفات كده. قال لي التايم بتاعي وقال لي ده اللود بتاعي. تمام؟ وقال لي التايم بتاعي من 0 ل 6 من 6 ل 10 من 10 ل 12 من 12 ل 16 من 16 ل 20 من 20 ل 22 من 22 ل 24 واللود بتاعي 30 70 90 60 100 80 60. تمام، انا هكتب بس صيغه المساله او الحاجه يعني المطلوب منها بالتفصيل عشان بس نحاول نحلله زي ما هو مكتوب. هو بيقول لي هنا اول مطلوب، تعال نكتبه من الاول هنا، درو ذا لود كيرف. تمام، اند استيميت ذا لود فاكتور.
تمام؟ ده أول مطلوب عندنا. ثاني مطلوب بيقول لي what. ثاني مطلوب ده نحاول نفهمه شوية. what of load factor of a stand by equipment of 35 ميجا وات كبست if it take up all load above 70 ميجا وات70 ميجا وات and what طبعا نعيد المسألة تاني كده. هم مديني جدول احمال لتوزيع المحطه عندي على مدى يوم ماشي، وقال لي انا عايز اللود كيرف واللود فاكتور بتاع المحطه دي، وقال لي نركز في المطلوب ده. ايه اللود فاكتور للستاند باي اكويبمنت؟ يعني ايه الستاند باي اكويبمنت؟ يعني عندي فيه واحده حاجه بره كده ملهاش دعوه بالمحطه الاساسيه، ستاند باي عندي. الستاند باي دي الكباسيتي بتاعتها 35 ميجا وات، تمام؟ يبقى دي السي بتاعتها. لو هي هتشيل او تعوض كل الاحمال اللي فوق ال 70 ميجا وات من المحطة الأساسية، تمام؟ وإيه اليوز فاكتور بتاعها؟ هنفهم واحنا بنحل إيه معنى إيه، هنحللها إزاي الحتة دي؟ يعني أنت عندك دلوقتي زي ما قلنا هي المحطة بتاعتك بتطلع أحمال، لو عدى الحمل ال 70 ميجا الستاند باي ده بيشتغل، تمام؟ أكن محطة تانية كده لوحدها في جنب كده بتشغل لي كل حاجة فوق ال 70 ميجا، فالتعامل بتاعي أكن كيرف جديد كده مرسوم من فوق ال 70، تمام؟ هنشوف الوقت واحنا بنحللها يعني. تعال نحل الجزء الاولاني الاول كده. انا هو طالب عندي اللود كيرف، فاللود كيرف بتاعي هبدا امشي وراهم. طبعا انا رسمه على طول فاللي هو مش هنقعد. عندك هنا من 0 ل 6 انت طبعا بتقسم هنا 24، وده هتحتاج فيها الرسم البياني في الامتحان. ما انا بقول لك هتحتاج فيها الرسم البياني في الامتحان. بتقسمهم هنا 24 براحتك بقى، قسمهم زي ما تقسمهم وتبدا ماشي وراهم. والله من 0 ل 6 هتقسم طبعا دول عندك لحد 100 تقريبا، فقسمهم بقى عشرات مثلا. يعني انا بقسم اي تقسيمه طبعا ماشي بالشكل ده، وهكذا نبقى ماشيين وراهم. انت عندك من 0 ل 6 تشوف من 0 ل 6 فين وتقوم رايح ماشي عند كام؟ 30 اهي، نعتبر دي من 0 ل 6. بعدين عندك من 6 ل 10 ب 70، من 6 ل 10 ب 70 فين ال 70 اهي، وهكذا. يعني انا هرسمهم بسرعه بقى مش هنرسم في وقت، ترسم كده فترتها الزمنيه تنزل تاني تطلع فوق لحد ال 100 تنزل تاني تنزل هنا تاني وهكذا. هيبقى شكله عامل كده بالتصميم ده، كل واحده بفترتها الزمنيه. دي لو 6 ساعات مثلا دي بعدها، دي 4 ساعات، دي يعني ساعتين، دي مش عارف، وهكذا. تمام؟ يبقى انا كده رسمنا اللود كيرف. لو طلب منك الديوريشن كيرف ومش طالبه هنا، هتقوم رايح راسم نفس الكيرف ده تاني في جنب تاني، بس ترسمه ايه؟ بالتدريج. فهتلاقي من 100 بعد كده تنزل على 90
وتنزل على 80 وبعدين 70 60 بعدين عندك ال 30 تمام وهكذا وانت نازل. يبقى ده اللي هو اللود كيرف والديوريشن كيرف. وطالب عندي اللود فاكتور. اللود فاكتور كان عباره عن ايه؟ تمام اه يبقى عباره عن الافريج لود على الماكسيمم ديماند او البيك ماكسيمم ديماند. الافريج لود تحسبه ازاي؟ عباره عن ايه؟ الاي على التي عشان نجيبها في الكيرف ده مساحة مستطيلات. المساحة بتاع المستطيل هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن باور كل واحدة في فترتها الزمنية. يبقى البي في التي بتاع كل واحدة. يبقى البي في التي دي الأولى زائد الثانية زائد الثالثة زائد الرابعة وهكذا تجمعهم يبقى أنت كده جبت ايه؟ الإنرجي بتاعك. هاخد الأفرج لود ده بعدين لسه ما حسبتوش. الأفرج لود بتاعي عبارة عن الإي على الـ 24 ساعة. يبقى أنت كده جبت ايه؟ الافرج لود بتاعك. الماكسيمم ديماند اللي هو ال 100 هتجيبهم وتقسمهم على بعض هيطلع لك هنا الناتج كتبت هتطلع هنا ب 65 لا هيطلع عندك 65 من 100 تمام 65 من 100. يبقى اللود فاكتور عندي بعد ما خلصت الحسابات هنا طلع لي ب 65 من 100. يبقى ده كده اول مطلوب عندي او الجزء الاولاني. همسحها عشان اكمل المطلوب اللي بعده. ماشي زي ما قلنا تاني حاجه ستاند باي. الستاند باي دي عباره عن وحده 35 ميجا وات بتشغل عندي الاحمال كلها اللي فوق ايه اللي فوق ال 70. فبيقول لي ايه هي اللود فاكتور وايه هو اليوز فاكتور بتاعها. تعال نشوف كده. انا عندي هنا اللود فاكتور بتاعي اول حاجه ايه الاحمال اللي فوق ال 100 اللي فوق ال 70 لا ال 70 مش فوق ال 70 70 ده اكنها الصفر بتاعي يبقى عندي ال 80 والتسعين والمية والتسعين على نفس الرسم مش لازم ترسمها تاني بس دي الأحمال اللي أنا هركز عليها أكن دي البيز بتاعتي كده السبعين ومن فوقها أبدأ أشتغل تمام. أنا عايز إيه؟ والله أنا عايز اللود فاكتور. اللود فاكتور كان عبارة عن إيه؟ الأفريج لود على الماكسيمم ديماند او الماكسيمم لود عشان تبقى زي بعضها مش فرق تمام. طب الافرج لود انا احسبه ازاي؟ لا يعني بناء على ايه؟ اكن انا رسمت الكيرفات بتاعتي بالثلاثه دول بس. في ايه بقى لو انا احسب الاي احسبها ازاي؟ هتبقى ال 90 اللي هنا مضروبه في الزمن بتاعها وال 100 اللي هنا مرسومه مضروبه في الزمن بتاعها وال 80 اللي هنا مضروبه في الزمن بتاعها. يبقى انا احسب الانرجي هتبقى عباره عن بي اللي هي اللي عند ال 90 انا اكتبها احسن عشان تبقى واضحه 90 و 70 ليه؟ معلش انا نسيت احنا اكن البيز بتاعتي اكن رسمت الكيرف من فوقهم. معلش انت اكنك رسمت الكيرف من تاني بس من فوق ال 70 فبقى عندك دي ب 20 عايزين اقل واحده مثلا ب 20 بعد كده ب 30 بعد كده بايه؟ ب 10 10 لا احنا برسمهم بالترتيب الزمني بتاعها ماشي تمام واتعامل على ده. فده معلش انا ما فيش ال 70 انت شايلها خالص اساسا. يبقى انت عندك دي ب 20 ودي ب 30 ودي ب 10 واتعامل حساباتي كلها على الكيرف الجديد ده. فانا والله انا عايز احسب الافرج لود بتاعه. يبقى الافرج لود بتاعه عباره عن ايه؟ 20 في الفترة الزمنية بتاعتها اللي هي ساعتين زائد الفترة الزمنية بتاع المية اللي هي 3 4 في 100 في 30 زائد ال 10 في 2 وهكذا. يبقى انت طلعت الاي اقسمها على ايه؟ عايز احسب الافريج هم كام ساعة؟ هيطلعوا 8 2 و 4 و 2 هيطلعوا 8. يبقى انت عايز الافريج لود هيساوي الايه على التايم بتاعك اللي هي تطلع اللي هي الرقم اللي هنا على الثمانية. ماشي يبقى انت كده طلعت الافرج لود. الماكسيمم لود بتاعك بكام؟ اللي هو ال 30 بدل اللي هو ال 30 الايه؟ اكنها مساله جديده بس على الايه؟ على الحمل بتاع الستاند باي تمام؟ طالب عندي ايه؟ عايز اليوز فاكتور.
على الايه في السي في التي داش. الايه انا معايا الايه السي بتاعتي، السي بتاعتك هنا هي حمل المحطه الاسمي اللي هي 35 تمام، مش هي دي كانها محطه جديده، يبقى 35 وهي ما قطعتش في النص خالص، هي شغاله على المدى كله، يبقى معاك التي بكام؟ 8 تمام كده. دي بس كده يبقى انت طلعت اليوز فاكتور. في حاجه؟ هو لو حطت ليه، لو هو طالب اللي هي كان فيه اللي فوق على طول في المصطلحات اللي هي بالتي، لو طالب عندك الكاباسيتي فاكتور هو اللي هتحط فيه ال 24. انما انت هنا احنا معرفين التي داش اللي هي ايه الفتره الزمنيه الفعليه، فانت علشان كده حطها 8. واضحه الحته دي؟ تمام. انا برضو عايزك تبقى مقتنع، مش انا يعني انا بقول لك بناء على العلاقات. لسه مساله كمان نحلها وخلاص. احنا لمينا بشكل عام اغلب الافكار اللي في السلايدات، بحس هي نفس الافكار بس بنحاول نوضحها بحيث انك وانت بتحل تاني تكون واضحه الامور بالنسبه لك. تمام. بيقول لي هنا في المساله هنكتبها برضو ذا انوال لود ديوريشن كيرف اوف ا سيرتن باور بلانت كان بي كونسيدر as a straight line from 20 ميجا to 4 ميجا وات. ماشي. To me this load three turbine هو هنا يعني 3 تيرباينز استعملوا عندي في المحطة دي. قال لي 2 منهم 2 ريتد از 10 ميجا وات اتش اند 1 rated as 5 ميجا وات. تمام. كل ده ار انستول. طالب عندي في المسألة انستولد كاباسيتي والبلاند فاكتور والانوال جنريتد انرجي واللود فاكتور
تمام. مديني مسألة هنا أكنها جدول بالظبط، بس موصفه إن هو هيبقى شكل الخريطة بتاعته خط مستقيم، فبعد ما يرسم لك الجدول عمله لك بالشكل ده. فبيقول لك هنا ذا انوال لود ديوريشن كيرف وفي سيرتن باور بلانت، بس المرة دي قال لك إن هو توصيف لإيه؟ ديوريشن كيرف، يبقى بادئ من عالي لنازل الواطي. تمام؟ كان بي كونسيدر ذا از ستريت لاين فروم 20 ميجا وات تو 4 ميجا وات، يعني أنت عندك هنعتبرها إن هي تصميم الديوريشن كيرف ده عبارة عن ستريت لاين. تمام؟ بادئ من عند 20 ومنتهي عند حمل ايه؟ 4 على مدى الفترة الزمنية اللي احنا فيها. تمام؟ عشان احقق الحمل ده to meet this load the turbines two rated as 10 ميجا وات وواحدة rated as 5 ميجا وات are installed. يعني انت استعملنا عشان نحقق الشرط ده 2 turbine كل واحدة فيهم 10، يعني واحدة 10 واحدة 10 وثالث واحدة فيهم عبارة عن 5 ميجا وات، اثبته عندي عشان يحقق المحط. عايز عندي شوية ثوابت بقى. installed capacity في البلانت فاكتور، الانوال جنريتد انرجي، اللود فاكتور. تمام؟ تعال نشوف كده. انا عندي هرسم له الكيرف بتاعه زي ما هو رسمه زي ما هو طالبه يعني. ده عندي الزمن بتاعي اهو، وده عندي الباور بتاعتي. هو قال لي اعتبرها انها ستريت لاين بادئ من عندي 20 ميجا، يبقى انا عندي طبعا دي الميجات بتاعتي 20 وهكذا اوزعها هنا وهنا 4. تمام؟ بدأ من عندي 20 ميجا ونزل لحد الأربعة على آخر الفترة الزمنية، يبقى أنا عندي كده لو جيت شديت هنا هنعتبر دي اللي هي 24 ساعة يعني. تمام؟ أنت بدأ من عندي 20 ونزل كده. ده شكل الديوريشن فاكتور بتاعك، هو طلع لك بشكل إيه؟ خط مستقيم. تمام؟ وقال لك إن عندي ثلاثة تربين زي ما وصفنا وكده، فقال لي إحنا عايزين أول حاجة الانستولد كاباستي أو الكاباستي بتاع المحط اللي هي السي بتاعتي، أجيبها إزاي؟ إحنا كنا معرفين السي ان هي عباره عن ايه؟ لا من غير ما نجيب الايه ولا حاجه، السي عباره عن ايه؟ القدره الاسميه بتاع المحطه او اللي مصمم عليها. طب هو مديهم لي اساسا؟ هو قال لي المحطه عباره عن ثلاث تربينات، والثلاث تربينات مذكور لاحمالهم قد ايه؟ خلاص يبقى هم مجموعهم على طول وخلاص. يبقى انا عندي السي بتاعتي عباره عن التربينه الاولى اللي هي 10 زائد التربينه الثانيه اللي هي 10 زائد التربينه الثالثه اللي هي 5 يطلع لك 25 ميجا وات. دي اللي هي السي بتاعتك. تمام؟ اللي هو طلبه تاني البلانت فاكتور، الفاكتور بتاعه البلانت فاكتور عباره عن ايه؟ عباره عن الافرج لود على البلانت كاباستي او اللي هي السي، يعني اللي هو نقدر نقولها اللي افرج على السي على طول، او تحطها الاي على السي في التي او على زي ما تحطها. تمام؟ طب انا ما عنديش الافرج لود، عندي الافرج لود؟ لا مش عندي. طب الافرج لود عباره عن ايه بشكل عام؟ المساحه بتاع المنحنى ده. طب لا بس المساحه على الزمن، المساحه تديك انرجي. طب المساحه بتاع المنحنى ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن شبه مستطيل. شبه مستطيل عباره عن ايه؟ مساحه شبه المستطيل. شبه منحرف قصدي نضربهم نص في 4 زائد زائد ال 20، يبقى انا كده نص القاعده ايه؟ في الارتفاع بتاع اللي هو كام هنا؟ اللي هو ال 24. تمام؟ اقسمهم على كام؟ هو طالبها، بس في نقطه، هو كان طالب حاجه انوال تقريبا، هو دي انوال معلش، هو مديها لها انوال، فتبقى دي مش 24، دي ب 24 في 365. عشان وانا بجيب الانرجي ما اكتبش القيمه غلط، فالدكتور يحاسبني عليها غلط، يبقى في 24 في 365. تمام؟ عشان بس ما انا شكيت بس يعني فيه. تمام؟ بس لاحظ هنا انك معوض هنا بالميجا وات. فالوحده اللي هتطلع لك ايه؟ ميجا وات اور. تمام؟ بعد كده انا عايز الافرج لود، هقسم اشيل الرقم ده. مش انا هقسم على الزمن؟ خلاص يبقى هي الحته دي بس. يبقى انا عندي الافرج لود اللي هي نص 4 زائد 20، اكني ايه؟ قسمت على الزمن بتاعي هنا، فطلعت ال افرج. الافرج لود معايا، البلانت كاباستي معايا من فوق، يبقى انا معايا الاثنين، اقدر اطلع البلانت فاكتور هتطلع هنا ب 48%. تمام؟
تل ما انا بتكلم على كده. عايز اللود فاكتور. اللود فاكتور كان عبارة عن ايه؟ بيساوي الافرج لود عن ماكسيمم ديماند. ماكسيمم ديماند اللي هو ال 20 والافرج لود احنا لسه مطلعينه، تقسمهم على بعض تطلع لك ايه؟ اللود فاكتور. بس هي دي طبيعة المسائل اللي عندك في الموضوع. ما احنا طلعناها اهي. ما احنا عشان كده قلنا لازم تطلعها بالطريقة دي وتكتب له بقى انها بالميجا وات اور. تمام؟ بس كده المسألة. هو بس زي ما قلت لكم يعني هو الموضوع كله بسيط، هي كلها علاقات تكون فاهم بس شكل الكيرف وتصميمه وتكون فاهم ازاي تخرج منه البيانات وتحفظ العلاقات كويس عشان مش هتبقى معاك وانت في الامتحان. تمام؟ بس